دشنت مؤخرا المنصة الوطنية لخبراء البحرين والتي تم تنفيذها بالتعاون بين وزارة العمل وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، حيث تعد المنصة بوابة تجمع خيرة الكفاءات الوطنية وتعمل على توثيق سيرتهم العلمية والمهنية بصورة مهنية وبطرق وآليات دقيقة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور زكريا أحمد الخاجة، نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. مساء الخير دكتور زكريا، وبداية يعني لو نسلط الضوء معا على مبادرة المنصة الوطنية لخبراء البحرين والأهمية التي تمثلها هذه المنصة. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير. طبعا في الحقيقة يعني أشكر استضافة تلفزيون البحرين لهذه المقابلة، وطبعا يطيب لي أن أرفع أسماء آية التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة ولشعب البحرين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. في الواقع المنصة الوطنية لخبراء البحرين تمثل واحدة من ضمن المبادرات الهامة من مخرجات التي جاءت بها الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ فيها قيم المواطنة بحرينة برعاية معالي وزير الداخلية. طبعا في هذا المقام اسمحوا لي أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي وزير الداخلية فريق أول شيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني، على دعمه وتوجيهاته السديدة التي يعني عززت من مبدأ اشتراك المجتمعية واللي تكللت من خلال الجهود يعني المشتركة بين هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية ووزارة العمل في إطلاق هذه المنصة تحت رعاية معالي. المنصة سلمكم الله هي عبارة عن قاعدة معلوماتية تضم بيانات شاملة لخبراء من الكفاءات البحرينية المتخصصة في مختلف المجالات، من خلالها يتم يعني توثيق سيرة العمل أو السيرة العملية والمهنية بصورة إلكترونية وبطريقة آلية ودقيقة. والمنصة يعني جدير بالذكر أن المنصة هي تتكون من 6 قطاعات رئيسية: القطاع المالي والمصرفي والتأمين، القطاع الصحي، القطاع الهندسي، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصناعي، والقطاع سلمكم الله العقاري. وتمثل في الحقيقة نقلة نوعية من المبادرات الهادفة إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية البحرينية، وتمثل يعني تجمع لخيرة الكفاءات الوطنية اللي من خلالها ممكن تمثل البحرين داخل البحرين في المشاريع وخارج البحرين، ويجعلها المنصة الأولى يعني إقليميا في هذا المجال. نعم دكتور، دور الهيئة في هذه المبادرة والمخرجات التي تسعى إليها؟ يعني في الواقع يعني المنصة سلمك الله هي نتاج جهد وعمل مشترك بين عدة جهات حكومية استمرت لمدة 4 سنوات، وأحب يعني أخص بالذكر أخواني في وزارة العمل، واسمح لنا يعني أسجل لهم كل الشكر والتقدير على تعاونهم وإدارتهم هذا المشروع بشكل احترافي. لولا التعاون الوثيق بين الهيئة ووزارة العمل وبقية الجهات الحكومية ما وصلنا إلى اليوم بإطلاق هذه المنصة الوطنية. دور الهيئة سلمك الله طبعا كان دور شامل، يعمل على دراسة لجميع الإجراءات والحيثيات وسلمك الله وتوثيق البيانات. نعم. وتطوير المنصة والأنظمة التشغيلية لها وتطوير شامل سلمك الله للأنظمة الإلكترونية وإعادة هندسة الإجراءات وتوثيق مجمل الإجراءات اللي موجودة والبنى التحتية والمعايير والبرمجة والربط الإلكتروني. جميعها طبعا عملت الهيئة بالتنسيق مع وزارة العمل والمكتب التنفيذي لإدارة بحرينة، اللي يعني من خلاله عملنا على إبراز هذه المنصة الوطنية التي تكون يعني منصة لجميع الكفاءات البحرينية. نعم. يمكن الاستفادة منها داخل البحرين وخارج البحرين. طبعا أنا أحب يعني في هذا المقام إنه يعني تشجع إخوان البحرينيين للمشاركة الإيجابية في هذه المنصة ومتخصصين في المجالات. فبتسجيل بهذه المنصة سلمك الله يعني تمكن من توثيق كفاءاتهم ونتمكن من يعني ابراز خبراتهم العلميه والمهنيه على مستوى البحرين وطبعا داخل البحرين وخارج البحرين. نعم دكتور زكريا احمد الخاجه، نائب الرئيس التنفيذي للتحول الالكتروني في هيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه، شكرا جزيلا لك.